هلا والله، هلا وسهلا، مساء الخير، وش اخبارك؟ مساك مرتاحين، شلونكم؟ بالنسبة للسناب اللي قبل هذه اللي قلت تغير شخصية الإنسان يعني أو الشخص، مو بشرط إنه سنة تغيره. في بعض الأشخاص تكفي سنة إنه يتغير، في بعض الأشخاص لا، مجرد موقف واحد، تعاملات مع أشخاص تغير موقفه، في بعضهم أزمة معينة تغير نمط حياته كاملة، تغير حتى المحيط والمجتمع المحيط به تغيره. فهذه المقولة يعني إنه صحيح، يعني إنه تغير الشخص ممكن يكبر. يا أخي تشوف بعض الناس، لو شفته تقول هذا، تلقى الواحد قدامك تلقى أصغر منك عمر، لكن رزانته وشخصيته حتى كلمة موزونة ما تطلع كذا. ما تعلم بتهاله ترى، ولا في أحد يدرسك الكلام ذا كله بالمواقف اللي تمر بها أنت يعني. فهذه الأمور اللي سوت النضوج لهالشخص هذا من مجريات الحياة اللي صارت له والمواقف والدروس، لأنه كل موقف درس ترى. لكن بالنسبة لي أتوقع بعض الأشخاص موقف واحد كثير أنه يغيره كامل، في بعضهم لا، يحتاج عدة أمور على بال أنه يتكيف معه، ولا تجي بنتيجة واحدة، تجي بنتائج متعددة، يعني خلال سنة يقول أني تغيره. ومساكم الله خير، يا سهلا، شكرا.